نعاني منه الآن وجود عصابات إجرامية انفصالية إيرانية في إقليم كردستان العراق. أو ما أشار إليه يضيفك الكريم أنه السيد فزشكيان عندما دغدغ الناخب الإيراني بالورقة الاقتصادية، هذا صحيح. نعم. لأنه لم تكن إيران تعاني من مشاكل أمنية داخلية بقدر ما تعاني من عقوبات ظالمة وفي الحقيقة فراغات اقتصادية وتجارية وما إلى ذلك. ولكن العراق تعرف أنه إقليم كردستان بؤرة أولا لحضور الإسرائيلي، وهناك مكاتب أصفتها في الحقيقة قوة الجو فضائي الحرس الثوري بعد إخطارات وبعد مكاتبات 73 رسالة وتحذير وشكوى من إيران سواء للحكومة الفيدرالية في بغداد أو لحكومة كردستان إقليم كردستان العراق، ولكن دون جدوى. وكان التدفق للإرهاب داخل أراضي إقليم كردستان سواء من سليمانية أو من أربيل أو مناطق أخرى إلى الداخل الإيراني. والآن يعني ربما إحدى أسباب زيارة السيد بزشكيان هو مناقشة الملف الأمني، لأن ما زال هناك من رغم الاتفاقية الثلاثية التي حصلت بين إيران وبين الحكومة الفيدرالية وبين إقليم كردستان، ولكن ما زال هناك يعني عناصر من الكومولي، عناصر من حزب بيجاك موجودين، وعملية طبعا تجري عملية نزع السلاح بانسيابية، ولكن نحن لا نريد إبعادهم وإبقائهم في إقليم كردستان. نحن نريد أولا إخراجهم وتسليمهم إلى الحكومة الإيرانية، لأن هناك تبادلات، تبادل متهمين بين إيران وبين العراق، اتفاقية موجودة وحصل هذا. يعني إقليم كردستان سلم أحد قادة حزب الديمقراطي الكردستان الإيراني إلى القوات الأمنية الإيرانية. هذا من حق إيران، لأن هؤلاء مجرمين، هؤلاء قاموا بإعدام، قاموا بقصف منازل، قاموا باغتيالات، وقاموا بحرق أماكن عامة ومصالح عامة، وهم الآن في الحقيقة يتخذون من إقليم كردستان العراق مخبأ، ويتخذون عملات في قواعد انطلاق ضد أراضينا وضد مصالحنا وضد أمننا. نعم. إذن أنا قلت عندما لم يستتب الأمن لا تستطيع أن تتحدث عن توسع وازدهار وتبادل وتعاطي مصرفي تجاري صناعي بيني، سواء على مستوى الاتصالات البحرية أو الاتصالات الأرضية والجوية. الأمن إذا فقد الأمن فقد كل شيء. ولهذا تجد الآن لحد الآن في أفغانستان، لماذا لا يزدهر الاقتصاد في أفغانستان؟ لأن ما زال هناك قتال. لماذا لا يزدهر الاقتصاد في سوريا؟ ما زال هناك إجرام، ما زال هناك احتلال أمريكي، ما زال هناك إرهاب. يعني نسمع بين الفين أخرى، أضف إلى ذلك عمليات العدوان الصهيوني ضد المناطق والمؤسسات الحساسة، وكان آخرها المركز التحقيقات الصناعية والبحثية في مصياف في محافظة حماة. إذا قصدت من هذه الناحية، وإلا الاقتصاد طبعا اقتصاد مهم. نعم. وإذا لا نهتم بالجانب الاقتصادي ربما هو يسبب كذلك ثغرات أمنية. هذا الحقيقة أردت فقط أن أشير إلى أنه عندما قصدت أهمية الأمن، هذا يختص بالعلاقة الإيرانية العراقية، ولا في الحقيقة تعمم إيران هذا الملف الأمني وتعطيه الأولوية مع دول الجوار.